السلام عليكم. الحلقه ديال اليوم غتكون خاصه، علاش؟ قال لك كان جار ولا مجرور؟ غنوقعوا واحد معنا في ليكيب. شكون هو؟ حاتم إدار. علاش؟ لانه خد ثقه في نفسه، وقع معنا الفنانه الكبيره شيرين، وقع معنا بيدير. اليوم غنحاولوا نوقعوا هو، غنقولوا لي غيقدم واحد الحلقه باش يوقع فنان من الفنانه المصريين، ولكن في الحقيقه هو اللي غيتجر، هو اللي غنوقعوه. اسمحوا لي. موجودين؟ ما نكثرش عليكم، نشوفوا الحلقه، فرجه ممتعه. سيسيلا تو تي بري سي واجد صافي مشينا. يلا سيدي المخرج اوني فا. يلا بسم الله اوني فا. من بعد ما شارك معنا في إسقاط العديد من الفنانين، استدعينا حاتم إدار باش يقدم حلقة من حلقات جار ومجرور. وكيف عادنا غنبداو الحلقة بفقرة التقديم، وغنطلبوا من سي حاتم باش يشرح لنا مراحل إسقاط الفنان الضحية. ولكن في الحقيقة الضحية الحقيقية هذه المرة هو سي حاتم. نشوفوا جميع اش غيوقع. يلا اوكي 5 4 3 2 1. اجي عبد الرحيم، واش السور زعما راه كاين شي حد تما؟ لا دوك دابا راه ماك دابا ماك وليتي خايف. لا حيت بان لي الباب محلول ساعه ساعه. واه كاين واحد السيد تما يا زروال، هو اللي مقابلهم الوقت اللي غادي يجي السيد. تبانوا الاخوان، حنا الاخوان. اوكي خويا رجعوا دري صغار. اخويا عبد الرحيم الله يحفظك. يلا اتونسيون نبداو البلاطو دابا. يلا يلا نقدم حلقه جار ومجرور. يلا 5 4 3 2 1 اكسيون. السلام عليكم. الحلقة ديال اليوم جد مميزة. كيف ما شفتوا من قبل كتجي لكم الفنان أحمد بدير والفنانة شيرين. نعاودوا خليك أليس إي أكسيون. السلام عليكم. الحلقة ديال اليوم جد مميزة. كيف ما شفتوا من قبل جيت لكم الفنان أحمد بدير والفنانة شيرين. هذه المرة مفاجأة أخرى كبيرة. فنان مصري كوميدي معروف وكتحبوه، ولكن ما غاديش نقول لكم شكون هو، نخليكم حتى تشوفوه. الفنان ديالنا جبناه على أساس غادي يقدم واحد البرنامج ديال واحد الحلقة ديال الأطفال في حديقة الحيوان. الوقت اللي غادي يجي يقدم هو البرنامج حاولنا نديروا واحد التجربه، وجبناه حدا هذا القفص اللي فيه جوج ديال الفهود. هذوك جوج فهود ما خصناش نشرحوا الفكره كلها. هذه الاولى فهمتيني. دابا حنا دائما في التقديم كنديروا غير اشاره ها الفنان وغادي نديروا له هذا وحنا كذا، ما نقول لكمش كل شيء، خليكم تشوفوا الحلقه. طماش اتونسيون اتونسيون 5 4 3 2 1 فازي. السلام عليكم. الحلقه ديال اليوم جد مميزه. كيف ما شفتوا من قبل جبت لكم الفنان احمد بدير والفنانه شيرين. هاد المره جبت لكم مفاجاه اخرى اللي هي فنان مصري. شكون تلقاهم؟ شكون تلقاهم؟ بلاتي يا صاحبي بلاتي بلاتي ما تلقاش ما تلقاش. واش كضر معقول؟ عندك يا صاحبي عندك. سد عليك سد عليك سما سد عليك سما سد عليك. عندك يا حاتم بلاتي. اجي اجي عيط عيط. عيط على شي واحد دير له صوت صاحبي عيط. عندك ما تحركش عندك مزيان خويا عندك مزيان خويا سير اجي لهاد الجهه هادي اجي لهاد الجهه بلاتي او هات هات ناري غير خشيت لك شوف هيا كتشوف فيها والله تا خشيت لها دابا بالله شوف حاتم حل حل ساقطه وخرج من الجهه الاخرى وتا لا صاحبي او باش ياكلوها صاحبي Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que vous faites là? Mais pour... qu'est-ce que vous faites là? Moi je suis pas au courant. Il est en train de présenter l'émission là-bas, il était à l'intérieur. Mais qu'est-ce que vous faites là? Moi je suis pas au courant. C'est pas normal. Et c'est super dangereux. Qu'est-ce qu'on peut les. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Et restez là, restez là-bas, restez là-bas, restez là-bas. Zerwal! ايوا هنا غتجي المسؤوله على حيوانات الحديقه وغتطلب من المربي الخاص للفهود باش يخرجهم، ولكن في هذه الحاله اللي هما فيها حتى المربي ديالهم ما قدرش يحكمهم. هذا الشيء علاش غادي يجيب لهم واحد الوجبه خفيفه باش على وعسى يتهدنوا ويخليوا السي حاتم
يخرج من هاد الورطة. ولا بالله كلياتك كلياتك اسورك ياكلوا ملي كياكلوا خرج خرج حاجه شوف شوف خرج خرج كياكلوا كياكلوا شوفوا خرج شويه خرج شويه شويه خرج عم لا 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 حيدوا الدين الله يحبك من هنا اسمع اسمع اسمعني حاتم دابا شوف خليك ترونكي عم تشوف حاتم عم تقرب ليهم وسكت وريح صافي جلس حاتم جلس لا لا انا قلت غادي غادي نخرج دابا جلس حاتم الله الله الحمد لك الدري دولي شي الله يعشوم عليكم بالله حنا غادي نعيطوا عيطوا عيطوا عبد الرحيم ها هو قرب حدايا انت غادي غادي ديروا اشوف قطرون كاين المالك ها هو غادي يجي لهم زروال الله يخليك تخرج عيطوا الثرانيه ولا القوريه ولا تقول تحل لنا شي حل صاحبي او شكون يا با بروبليم وين تقول لي ياكلوني غادي يرمسوني سيبا Est-ce qu'il peut les sortir ? Oui, il peut les sortir. Vas-y, tu les sors. Allah yarhamna walidina. Waj ki khafou mennak ntaya. Esma3ni daba. Ana atitk radio w qelt lik ma tlqhomch tiji el fannan. Hada ra ghi kiqaddem el halqa. Aw ghi haydou. Wallah ila harakt billah, wallah ila harakttouni billah. Yalla khoya haydou. Haydou haydou mosh haydou. صافي هما كيسوقوا هنا حاتم ما بغاوش يخرجوا اصاحبي انت لين في البلانه واقيله والله الا حشومه اصاحبي ضحكتوا فينا الناس كاع لا صاحبي تتمنى كيخنزر فيك كاع بلاتي عبلاتي عبلاتي والله انت كيخنزر فيا بالله جري عليه جري عليه هاك سير جري راه غير عطاك كيك اصاحبي جري عندك 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 هو شيء هو شيء جري جري هو جري حيدو هو ارجع اللور انت حيد على اليمن حيد على اليمن حاتم 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 او ملهي معاه يا الحلسه الحلسه عاسمعني تمني غنقض راسي في راسي حبيبي نقص من الجب راه قبض لا لا شي واحد يكون يجي عندي والله ما نخرج بالله تعال علاش ما غاديش تخرج اصاحبي لا شي واحد يجي عندي لا باش انا نتكالو بجوج لا لا ما كاينش انا جاي انا جاي بلاتي اجي عندي غيبينا شي واحد حاتم اتوني اتوني كي سي كي فوزا دوموندي كي فوزا اوتوريزي رونتري ايسي كي فوزا اوتوريزي هاد الناس هاد هاد الناس هاد هاد لا مي سي با بوسيبل C'est pas possible. Chouf, ça va, ça va. Il est en dos, tu vois, il est paniqué là. دابا شنو نحشم عليكم بالله صاحبي تسطوني انا ما بقيتش نقدر حتى شي حاجه صافي صافي شوف اجي يا حاتم اجي نعاودوا البلاطو لا 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 غنمشي غنمشي صافي صافي البلاطو صاحبي صافي احنا راه خلعتينا معاك ولا خلعتينا بالله خلعتي حنا عذرناك ارتاح شويه صافي تبغى تلقى صاحبي قبيله انا واش بغيتي تموت صاحبي دابا بغيت نسولك واحد السؤال ما تخرج ما تخرج ما تخرج ترا سالي سالي واحد القضيه خصك والله شوف شحال وقع خطا دابا وقع سي عبد الرحيم وعندك عاوتاني عندك شاركتي معنا في الكاميرا الخفية داروا عليه كنتي وليتي مجرور عبد الرحيم رجعتيني موكل يا عبد الرحيم رجعتيني فترة الأبغال دابا فهمتي شنو درنا لك كنتي كي باغي تقدم حلقة ديال شي واحد بغا يتجر وليتي انت هو المجرور والله إلا حرام عليك عبد الرحيم بالله شو معنى خاصك تبدل لي القميص ديالي ولا سردات دابا المشكل قلبو كيضرب كنشوف منين غنقز هنا كاينين هما انا ملاك راه شي كاين شي 15 اخرين اللور وقدام هنا كاين الساو حصروا بصور شي حاجه على حسابي الله يحفظك واشي سي جار وليتي زرور على سلام صحة وراحة شكرا علي الله يخليكم كنقدم كنقدم زعما انه غيجي شي فنان غنديروا به الكاميرا خفيه عرفتي وكنضحك وفرحان كنقول ويلي عرفتي شنو ناري اش غيدز لي اليوم ساعه واحد شي دير لي انا ماشي دير لي هو وليت خايف دابا وليت خايف حيت وليت خايف يخشي يدو ويشدني ويجرني عنده والمشكل صغير يعني اللور قدام الا هربت غادي يشدني واحد الا رجعت هو غيشدني واحد اخر يعني ما عنديش كيفاش يعني بحال قلتي غادي العدو وراءكم في البحر امامكم قلتي رمضان كريم بالصحه والسلامه وراه فريمون فريمون هذا ميساج كنوصلو لكل المشاهدين الكرام راه فريق جار ومجرور راه كيدير واحد العمل جبار يعني باش يوصل واحد الحاجه جميله فبرافو برافو لدرجه انا درنا لي لدرجه انكم نتوما درتوها بي واحد منكم بقيتو تطيحتوني يا خويا ومعامل مع الفهود كاين عندنا واحد الحلقه جايه زعما تكون معنا في الحلقه الجايه لا لا ما بقيتش اخويا هذيك تشوف برافو برافو برافو